السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله كما تعودتوا معايا دائما اي موديل كنخدمو كنبغي نشاركو معاكم. اليوم واحد التويب اللي هو رومي خفيف وفيه خليط من بزاف ديال الالوان. انا اختاريت نخدمو بالاحمر، واخا فيه الاحمر غير خفيف ولكن اختاريت نخدمو بالاحمر. انا من الناس اللي كنبغي كيعجبني اللون الاحمر اللي هو المهم اتيغون كثير الناس بزاف، وزوقتها بالصفيفر وفي الكريستال في الصفر في الذهبي، جات زوينه زوينه البنات. هنا هذا الشكل هذا على شكل راندا كتجي رائعه. بالنسبه للطوقه البنات كما كتشوفوا ما فتحتهاش من هنا، خليتها مسدوده هنا كتغيير، ما بغيناش نديرو دائما نفس الخدمه اللي انا كنخدم دائما، لا هذه خليتها مسدوده. ووسعت ليها البنات العنق، الدوره ديال العنق وسعتها، بلاصه ما كنا كنديرو 7 او 8 ديال السنتيم نقدر نديرو 9 او 10 دابا باش يجينا هذا الكول هذا داير من 9 واحد شويه، ونستغناو على هذه الفتحه هذه اللي كتكون من هنايا البنات. المهم هذا كان هذا هو الشكل ديال هذه القندوره. بالنسبه للبنات لهاد الدريس اللي درت ليها في الكميمات ما ثبتوش، خليته هكايا غير سامبل وخفيف. هاد الدريس سبق لي وخدمته معاكم اللي هو الدريس الشبيه بالراندا، خدمته في باللون الاخضر كما كان على ما كنظن، المهم باللون الاخضر وزعما لقى الاقبال ديالكم بزاف. انا البنات انا غنلبس هاد الموديل هذا وتشوفوا الشكل ديالو ملبوس كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات من بعد ما لبسها كتشوفوا الشكل ديالها كيجي زوين زوين بزاف، حتى هاد الدوره ديال العنق البنات جات تبارك الله ما نقولش لكم. بالنسبه للبنات لهاد الزواق انا ما بغيتش نزوق صف على صف، انا بغيتها مع هي اللون تخو شارجي بزاف، مشارجي بزاف مخلط بزاف، انا خصها غير نرشها برشيشه خفيفه باش تجي زوينه. اللي ما بغاش تزوقها بطبيعه الحال ما تزوقتهاش، تخليها هكاك. كميمات ديالنا البنات كما كتشوفوها همايا فيهم هاد الدريس هذا شبيه برناندا كيفاش جا زوين بزاف. كنتمنى بحق البنات تنال الاعجاب ديالكم وكنتظر في التعليق ديالكم. يلا البنات سميتو رقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف دائما. السلام عليكم البنات وتهلاو في راسكم.